يلا بينا عشان نشوفوا الأداة أو التطبيق اللي هيساعد قناة الطبخ والطهي إن هي تكون قناة طبخ وطهي ناجحة. أكيد التطبيق ده أو الأداة دي بتستخدم لجميع القنوات، لكن أنا هنا هركز لأن قنوات الطبخ يا جماعة خلي بالكوا أخواتنا الفاضلات، قنوات الطبخ أصبحت مظلومة جدا جدا بالنسبة لليوتيوب، ومشاهداتها مش بتكون على قد تعب أخواتنا وأمهاتنا اللي هم بيقدموا الأكلات الشهية والطبخ والحلويات والكلام ده كله. فأنا هنا قصدت أن أنا أركز على قناة الطبخ عشان أدي حضرتك دليل أو طريق تمشي فيه عشان تستخدمي عناوين مميزة تقدري بيها أن أنت تظهري بمحتوى الفيديو بتاع حضرتك عن طبخة معينة في محركات بحث اليوتيوب، وتظهري من ضمن المقترحات اليوتيوب كمان أو الفيديوهات المقترحة من خوارزميات اليوتيوب. يلا بينا على طول ندخل على جوجل كروم. المرة دي هندخل على جوجل كروم، نضغط على جوجل كروم وحنكتب keyword tool. keyword tool أول خيار هيظهر قدامنا هنا هنضغط عليه. ده الموقع اللي هو فيه الإشارة الحمراء دي ومكتوب جنبه keyword tool، في مربع هنا بيقول لي type a keyword and press enter، يعني اكتب الكلمة اللي انت عايز تكتبها اللي انت هتعملي عليها الفيديو حضرتك، اي اكلة انت عايز تعمليها هتكتبي، مجرد هتكتبي كلمة يعني اساسية او رئيسية عن الاكلة اللي هتعمليها، وهنشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده عملت عناوين او كلمات البحث من المشاهدين كانت بتقول ايه. هنيجي نكتب هنا كده في اول مربع ملوخية، تمام، وهنضغط على سيرش. خلي بالكوا لاحظوا معايا يا جماعه الموضوع ده، انا قصدت اخواتنا اصحاب قنوات الطبخ لان فعلا انا عايز اساعدكم ان انتوا تقدروا تحققوا مشاهدات ومشتركين على فيديوهاتكم. هنا قال لي بالنسبه لاول خانه هنا هتلاحظ فيه ثلاث حاجات، انا هنا keyword suggestion وquestions والهاشتاج. انا هاخد اول حاجه اللي هي الكيورد، تمام، نضغط على كيورد. هو هنا لقاني 208 عملية بحث عن الكلمة دي، 208. بصي بقى حضرتك، ملوخية ناشفة، ملوخية بالجمبري، ملوخية بالترند، ملوخية بالأرانب، ملوخية مجمدة، ملوخية صبحي كبر معرفش، ملوخية بالدجاج، ملوخية البرنس، ملوخية يابسة، ملوخية يابسة شامل أصيل، ملوخية يمنية، ملوخية يابسة سورية، ملوخية يابسة مطبخنا السوري، ملوخية يامال الشام، ملوخية يابسة بالدجاج، ملوخية يابسة باللحمة، عارفة يا ملوخية، ملوخية ونيس، ملوخية ورق. شوف كل حضرتك 208 عملية بحث أو 208 كلمة بحثية طويلة تقدري تستخدميها في عنوان الفيديو بتاع حضرتك اللي هتعملي محتوى عن الملوخية عنه. طب لو جينا جنب المربع الثاني ده تحت هنا وضغطنا على question، يعني الـ الكلمات البحثية في صورة سؤال، في صورة سؤال. هو هنا حمل لي 28 عملية، ملوخية أرانب، ملوخية أم وليد، ملوخية أم يزيد، ملوخية أم إسيل، ملوخية أمريكانا، أغنية ملوخية، دنيا أخرى ملوخية، يعني بص حضرتك 28 جملة. طيب لو جينا على الهاشتاج، ممكن الهاشتاج بيبقى موجود وممكن لا، على فكرة في اتنين، ملوخية بالترند وملوخية ملوخية ورز، علامة الهاشتاج بتبقى موجودة قدامها. ده بالنسبة لكلمة ملوخية. طب لو جينا نجرب حاجة تانية، نجرب مثلا بطاطس، محمرة مثلا، وهنضغط على سيرش، هنشوفه هو هيعمل معايا ايه، ونجيب أول خيار اللي هو الكيورد ده، بيبقى فيه كلمات بحثية وجمل كتيرة جدا أو عمليات البحث اللي تمت أو أساسيات العنوان، ونضغط على سيرش. هو هنا بيقول لي لودنج، حمل، ادانا 58
58 جملة أو كلمة. قال لي هنا بطاطس محمرة، بطاطس محمرة دايت، بطاطس محمرة بالفيجيتار، بطاطس محمرة مقرمشة، بطاطس محمرة بالإنجليزي، بطاطس محمرة في الفرن، بطاطس محمرة بالجبن، بطاطس محمرة بالبيض، بطاطس محمرة محمرة. آيه حبيبي، بطاطس محمرة يعني إيه بالإنجليزي؟ كل دي جمل تم البحث عنها، تمام؟ طيب لو جينا كتبنا حاجة تانية، لحمة مفرومة، ونيجي نضغط على سيرش، هنشوفوا عمليات البحث تمت على ايه. هنا عندي ادانا 119 عملية، لحمة مفرومة بالبطاطس، لحمة مفرومة بالبيض، لحمة مفرومة بالصلصة، لحمة مفرومة بالبصل، لحمة مفرومة دايت، لحمة مفرومة فاطمة أبو حاتي، لحمة مفرومة بالمكرونة، لحمة مفرومة مع الصاجة. 119 عملية بحث أو جمل بحثية. طيب أنا هنا اتكلمت على قنوات الطبخ عشان نساعدهم إن هم يقدروا يختاروا العناوين أو يقدروا يختاروا كلمات بحثية أو تؤدي إلى كلمة تؤدي إلى كلمات بحثية طويلة تم البحث عنها بالحاجات اللي احنا قلناها. طب هل ممكن نستخدم الموقع ده في باقي المحتويات بتاعت القنوات الاخرى؟ ايوه طبعا. لو احنا جينا هنا قلنا في المحرك هنا فوق المشاهدات وقلنا سيرش، شوف هو هنا هيجيب لي كام عملية بحث. هو بيقول لي لودينج، حامل 140 عملية بحث. بص حضرتك، المشاهدات في اليوتيوب، المشاهدات المحذوفة، المشاهدات لاحقا، المشاهدات المضحكة، المشاهدات في السناب، المشاهدات الوهمية في اليوتيوب، المشاهدات الحقيقية، المشاهدات في السناب، عدد المشاهدات يقل، زيادة المشاهدات على يوتيوب، برنامج يزيد المشاهدات في الانستجرام، زيادة عدد المشاهدات على يوتيوب، زيادة المشاهدات في يوتيوب. جايب لي 140 عملية بحث أو كلمات بحثية تم البحث عنها. طب نشوف الصيغة في صورة أسئلة، ضغطنا على المربع اللي جنبها، أكثر المشاهدات في اليوتيوب، أكثر المشاهدات، كم سعر المشاهدات في اليوتيوب، كم ربح المشاهدات في اليوتيوب، كم أرباح المشاهدات في اليوتيوب، كم تحتاج من المشاهدات، ما معنى تجميد المشاهدات. كل دي عمليات بحثية أو كلمات بحثية في صورة أسئلة. طب الهاشتاج، نضغط على المربع اللي هو تحت ده هيحمل لي برضو. مفيش، هو قال لي we couldn't find any keyword، مفيش مشاكل. طيب نيجي هنا نكتب كلمة تانية، الفيديوهات المقترحة، ونضغط سيرش، نشوف الناس بتبحث على الكلمة دي ازاي عشان نقدر نصطاد. هو قال لي ان هو هنا ما قدرش ان هو يعني يبحث لي عنها. طيب هنقوله المشتركين، سيرش، جاب واحدة المشتركين الحاليين، ده هاشتاج. طب الكيورد بقى، ميتين وتلاتين عملية بحث أو 230 كلمة بحثية، المشتركين في قناتي، المشتركين 27، المشتركين الجدد، المشتركين في عرب أيدول، المشتركين على اليوتيوب، المشتركين في برنامج أنت مين، المشتركين 27، المشتركين في اليوتيوب، المشتركين يغنون للمدربين، المشتركين، جميع الجمل البحثية اللي هي متضمنة كلمة واحدة أساسية اللي هي المشتركين. طب نيجي نرجع تاني نكتب الفيديوهات المقترحة، الفيديوهات المقترحة، ونضغط على سيرش، معايا يا شباب؟ برضو قال لي ثواني
16. ال 16 دول قال لي الفيديوهات المقترحة باليوتيوب، الفيديوهات المقترحة فيسبوك، الفيديوهات المقترحة يوتيوب، إلغاء الفيديوهات المقترحة يوتيوب، كيفية إظهار الفيديوهات المقترحة. لاحظ الكلام ده مهم جدا، الجمل البحثية دي اللي تم البحث عليها فعلا بنفس الطريقة دي كده، لأن اللي بيكتب وبيبحث عن حاجة هو كل واحد بقى وأسلوبه، كل واحد بأسلوبه في الكتابة أو عرض المشكلة اللي هو عايز يبحث عنها بنفس الطريقة كده لجميع المحتويات. أنا طبعا أثرت أن أنا أتكلم الأول على قنوات الطبخ، والعنوان هو خاص بالقنوات الطبخ تحديدا، لأن قنوات الطبخ من أكثر القنوات حقيقي اللي كانت بتحقق مشاهدات كتيرة جدا، لكن نظرا لزيادة عدد القنوات بطريقة رهيبة فطبعا أكيد قلت المشاهدات. يا رب تقدروا تستخدموا الموقع ده، موقع ده مهم جدا جدا جدا. خلي بالكم أنا بحاول أجيب لكم الحاجات اللي هي تحطكم على سلم تطوير الفيديوهات بقنواتكم، يعني أنا بحاول أجيب لكم الحاجة وببسط لكم الشرح خطوة بخطوة. أنا ما بعملش حاجة إلا لما بتأكد منها تماما وبكون عارف إن هي هتفيدكم وما فيهاش أي مشاكل ولا أي عوائق. يعني أي حاجة أنا بعملها الحمد لله رب العالمين الغرض الأساسي عندي هو إن أنا أوصل حضرتك وحضرتك معلومة مفيدة. يا رب تقدروا تكونوا استوعبتوا الشرح العملي لموقع Keyword Tool. إحنا بندخل على موقع Keyword Tool من على جوجل بلاي، هو مش أكتر من إن هو بيساعدنا في معرفة الكلمات البحثية، أو إحنا بكلمة واحدة رئيسية من مضمون الفيديو اللي حضرتك أو حضرتك هتعملوه أيا يكن المحتوى اللي بتعملوه، سواء كان طبخ أو ألعاب أو ترفيه أو أغاني أو تعليمي، أيا يكن المحتوى اللي بتعملوه، الكلمة الرئيسية لمحتوى الفيديو هتكتبها هيديلك مجموعة جمل وكلمات بحثية طويلة اللي تم البحث عنها في اليوتيوب عشان تقدر تعمل العنوان وتقدر تستحوذ وتصطاد، ايوه تصطاد المشاهدين والزوار. تحياتي لكم جميعا، ويا رب تقدروا تتوفقوا ان شاء الله بأمر الله وتقدروا تستفيدوا من موقع Keyword Tool. السلام عليكم ورحمة الله.